مساء الخير. في نصيحة جدا مهمة لازم تأخذونها بالاعتبار في يومياتكم وتصرفاتكم مع الناس، حتى الناس اللي أنتم تمونون عليهم، لأن هذه العادات اليومية ممكن في يوم من الأيام تضرك بشكل غير مباشر ودون قصد بشكل قانوني ونظامي. شلون؟ أحد الأشخاص أرسل لي يقول تفاجأت أنه مرفوع علي دعوة من ولد عمي يطالبني بقيمة أتعاب ساعية لبيع سيارتي، مع أن السيارة مبيوعة صار لها كم شهر وصرفت قيمتها، وهو قايل لي بسعالك بالبيع بدون مقابل من باب الفزعة، فهل يحق للمطالبة بالمبلغ أو لا؟ الجواب باختصار نعم يحق له، الدعوة ستكون مقبولة والقاضي بنسبة كبيرة راح يحكم صالح الشخص اللي قدم له الخدمة. ليش؟ لأن العرف والعادة يقول أن هالخدمات ما هي مجانية، ولأن بعض الخدمات والأعمال اللي يقدمها لنا الأصدقاء والمعارف من باب الفزعة، فبالعرف والعادة عندنا هذه الخدمات ما تقدم مجانا، مثل الاستشارات القانونية، تقديم الاستشارات الطبية، الإشراف على البناء، استلام قضية معينة. لكن ممكن أحد من اللي إحنا نمون عليهم يمونون علينا يقول بسوي لك إياها مجانا، فأنت هنا بعد مدة ممكن يصير بينك وبينه خلاف ويطالب بهذه المبالغ، هو حق مشروع له، فأنت كيف تحفظ حقك في هذه الحالة؟ أولا عندك حلين. الحل الأول تخلي الشخص اللي بيقدم لك الخدمة يسجل على ورقة أنه هو بيقدم هذه الخدمة مجانا وما راح يطالب بأي مبالغ مستقبلا. الحل الثاني اللي هو أتوقع أنه أسهل بكثير، لأنه ممكن الأول الناس يقولون عيب وفشلة وإحراج وما أقدر أطلب منه. الحل الثاني أسهل، أنك تخلي فيه شهود يسمعون أنه هو راح يقدم لك هذه الخدمة بشكل مجاني وبس.